فاصل اعلاني يا ابوي شقى فاصل اعلاني عندي قصيدتي انا ما قلت ترى ذبحت انت شلعت هذا لجيتني شو لجيتني لجيتني شو رمستكم انت الكويتيين لجيتني لا ابوي مو بلجيتني حشرتنا ايه هيك احلى ايه ابوي شو ها احلى حكي والله يا ابوي رمست الكويتيين هاي غريبه عجيبه ايه صارت هوشه اركض اركض شنو الاحلى اربع استوت ضرابه ايه اضباط شو اضباط اضباط ايه طقني على حلجي ما حلوه ضربني على ثميه هلا ضربني على ثميه احلى هجي احلى لا يجي يقول لك انا والله توني قاعد من النوم يا ابوي توني ناش من الرقاد احلى هاي الرمس الصح احلى يجيش عند الشباب اللي هذا بالدوانيه يجي يدخل عليهم بالدوانيه يقول لهم مرحبا 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 شنو الاحلى شو طويله مرحبا شنو الاحلى ربع يرحمك الله لا ابوي اقول لك ربع يعني مرحبا هيك احلى بعد شوية تشاطر على حكيهم يعني اقول لك يا ابو شو بلاك انت مكوع جزاكم الله بالخير اقول لك ايه واحد يسالك يقول لك يا شو اسمك انت؟ انا سميده سميده هم شو يقولون الكويتيين؟ هلي ايه شو هلي؟ ها شو يقولون عيال احلى؟ ما ادري حميد لبيه احلى لبيه احلى تحسه هيك مارد وهيك داخل عليك احلى لبيه قول لبيه يلا خذها اقول لك والله يعني رمستهم صراحه ايه؟ رمسه مو بصح ايه؟ قول مو بصح لا هيك اللي قاعد تقوله احلى اي والله سايق دقع السايق ايه هاي سايق يعني شنو؟ اتصل في الدريول احلى اتصل في الدريول اسرع ولا خدامه بشكاره شو خدامه؟ ايه ما هي بشكاره تحسها انها وحده تشتغل والحده هيك يا ابوي رمسات والله العظيم الكويتيين عندهم مسلسل هاي مسلسلهم صادوه اي انتم شو تقولوا له؟ زخوه احلى احنا ما نقول هيك نقول كظوه ايه احلى ها؟ ابوي انا عندي ابغى اقول القصيده مالي تفضل فوقنا على قصيدتك انت بوحدك كاتبها؟ روحي كتبت نعم روحي كتبت احلى هيك احلى مو انا والله ها ايه تفضل يا جماعه وبقول القصيده وبعد كل بيت تقولون هي جد برمس يا الربع لا تسخرون جد برمس جد لام وبغشمره صار الفضاء فوضى وضربه من الجنون هزوا خزوا وشخلعه مصوره وباتره صرنا نشوف اشياء تبهر العيون فوق الخيال وفوق ما نتصوره فسخ ورقص وعنفصه باسم الفنون ولبسه ما هو بلبس عاري اشكره ابا اولنه افسخوا هالناس وعيوا يلبسوا كنا الملابس عيب او للجيكره اولنه في محطه تسال وتقول ايش تبون في محطه للمسبه مجيره اولنه ابا اخله افلتوا العيون والخاطر الزبون افلتوا وش خلوا حق المشفره ابا وابوي مسخرة من كل شكل وكل لون مسخرة لا ما بعدها مسخرة وابوي صاروا فينا بسخافة يلعبون وضعنا يحتاج شي ينباع درة ايها مرحبا الساعة مرحبا الساعة قرب ساكم الله بالخير طبعا في نهاية الحلقة يا اخواننا المشاهدين لا يسعنا الا نحن نشكركم ونثني على حسن استماعكم ومشاهدتكم لنا ونقول لكم إن شاء الله الحلقات القادمة نفس الوجوه ونفس الشعراء الموجودين السلام عليكم.